بعد هذه الجولة نتحدث عن ذهابي من الجزائريين إلى تونس إلى الشرق العربي عن طريق فرنسا وذلك عندما تحدثت مع كريم وعمران عما وقع لي في الإيقاف الأخير من طرف الفرنسيين وأسئلتهم التي عصرني بها وكلمة أخرى سمعتها من مترجم وهو قومي حركي يعمل معهم وهذه الكلمة هي قوله إنهم سيقتلونك في المرة الثانية إذا مررت بهذا المكان عندما ذكرت كل هذا للعقيد... للكريم القصم و... وعمران وكان كذلك الثالث وهو محمد بن زكان يعذر فكروا قليلا وقال لكريم التزم بيتك ولا تخرج من البيت بعد اليوم حتى تاتيك الاشاره منا وشيء اخر امرني به كريم هو أن أرسل للحياة وهذا ما جعلني أستغرب من قائد ثوري يضحك علي ويقول اترك لحيتك في هذه المدة التي تلتزم فيها بيتك فقلت له يا سكريم سي يا سي أنا قلت لك إنهم عازمون على قتلي والكلمة الصادقة لأنني أخذتها من مولدها الصحيح وهو بومي يعمل معهم وأنت تقول أصلي لحيا فقال لا فقال نحن لا, لا نلعب وإنما ستظهر ستظهر الحكمة لك بعد حين الآن التزمي البيت وأصلي اللحية التزمت البيت لمدة 19 يوما وهذا العدد كما نبهتكم في الماضي هذا العدد معي يعني دائما معي في مختلف المجالات وفي مختلف المسارات التي سرتها في ايام الثورة وفي قريها فماذا فعلت جبهة التحرير في هذه المدة وهي تسعة عشر يوما أولا قتلوا شخصا يشبهني يشبهني كل الشبه في جهة عزازكا وإنما الفرق بيني وبينه هو أنني لا أترك اللحية أما هو فإنه يرسل اللحية وعندما أرسلت لحيتي أصبحت أشبهه كل الشباب قتلوه وأتوني بوثيقته وثيقته لأذهب بها إلى فرنسا شيء ثاني وأنهم في هذه المدة أرسلوا مناضلا إلى شخص يقال له من قرية ايبسكريد من قرية كذا الاصلية ارسلوا إلى الى زوجته وهي وجتون تكره الجزائريين كراهية شديدة فقالوا لها ان هناك شابا في عمر كذا وكذا خدم فرنسا في هذه الشهور الماضيه من الثوره خدمة جليلة ومن هنا حكمت الثوره وحكمت جبهه التحرير عليه بالاعدام ولذا فاننا سناتيك بهذا الشاب لتخبئيه وذهبوا الى زوجها الذي هو علي البسكري واخبروه بالحقيقه وقالوا له إن فلانا الذي كان أستاذا في زوجة الفلانية وكان يكتب في الجريدة في تونس وكان 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 هذا سنبعثه إليك لتخبئه في بيتك وبهذا ذهبت إلى فرنسا مع شخص له مشاهرة مع هذا الرجل يقال له سعيد تيليوان. سعيد تيليوان يجيد اللغة الفرنسية، وهو ذو قرابة مع هذا الرجل الذي تزوج بالفرنسية. وذهبنا إلى هذه الدار، وكانت زوجته الفرنسية هذه الفرنسية كانت تفرح بكثيراً هي رئيسة في البرك. رئيسة مش رئيسة نائبة, نائبة الرئيس في البرك عندما تأتي في المساء تأتيني دائما بشكرة بحقيبة ولا كذا من الحلويات ومن الخيرات فتقول لي إنني أتيتك بهذه الهدية لأنك لم تغلط لم تخطئ حيث لم تتبع هؤلاء الذين خرجوا عن القانون الذين هم واهمون في اعتقادهم بأنهم سيخرجون فرنسا لفكرك القويم ولتفكيرك الصحيح أعطيتك بهذه الخيرات وهكذا تسعة عشر يوما كل يوم عندما تعود من العمل تأتيني بهدية ما أما رجلها أما زوجها فهو يعلم أنني أنني من الثورة ويعلم قصتي من بدايتها إلى نهايتها وبعد أن قضيت عند هذه المرأة تسعة عشر يوما جاءني الأمر من القيادة من الجبهة جاءني الأمر بواسطة رجلين في الأربعين من العمر تقريبا فقال لي غدا على الساعة الفلانية ستكون في 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 المطار في المطار وستقابل هناك شخصا أعطاني معارف عليه شخصا يلبس كذا وفي يده كذا ويأتيك ويقدم لك نفسه وعائلته لتكون على بينه منه فهو الذي يقوم باجراءات الضروريه حتى تسافر فعندما وصلت الى المطار رايت شخصا تنطبق عليه الاوصاف كلها كل الانطباق وابتسم في وجهي واتاني واعلمني انه من اسره كذا من قرية كذا ووالده فلان وهو الذي أوصي علي من طرف الجبهة وقام بالواجب ثم جلسنا في مكانين لننتظر إقلاع الطائرة وعندما نودي بنا نودي بنا للخروج جاءني هذا هذا الشاب ولا انسى ابدا وهو قصير القامه ولكنه حركي ونشيط جاءني وقال يبدو ان يبدو انك واقع في في حفره ربي ماذا ماذا وقع؟ اعلمني بان بان ضابطا فرنسيا واقفا على سلم الطائره يراقب الاوراق ومعنى ذلك أنني عندما أصل إليه، إنه يقرأ الوثيقة، فإذا ما أمعن النظر فيها، يكتشف أنها ليست لي، يكتشف أنني شخص آخر، فيلقى علي القبض، ولكن من عجائب التخطيط الرباني أنه.. أنني عندما كنت في السلم أخذت طريقي واقتربت إليه ناداه ضابط فرنسي خارج الطائرة بصوت عالٍ يبدو أن الحديث بينهما كان حول قضية هامة مما جعل هذا الفرنسي الضابط يعطي كل اهتمامه لهذا الضابط الذي يتحدث معه. فجاءت لي فكرة وهذه الفكرة لم أكن أعتقد أنها ناجحة ولكنني سأجربها فإن نجحت فذلك المقصود فإن لم تنجح فأنا واقع واقع فأنا واقع في الشبكة هذه الطريقة التي خطرت به كريم هي أنني عندما أصل إليه أعطي له الوثيقة ثم أجذبها من طرف من أصابعه فإن تركها فأنا أدخل إلى الطائرة وإن لم يدخلها وإن لم يتركها فأنا واقع يعني هناك نجاح هناك واحد في المئة وعشرة في المئة وكذا استعملت هذه الطريقة وكنت أقرأ أقرأ القرآن وهو قوله تعالى: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا، وان كان لساني قد اعوج واصبحت كأني لم احفظ القران، كأني لم احفظ هذه الايه، ولكن التخطيط الرباني نجح في القضيه وهو انني أعطيت الوثيقة ثم جذبتها منه ثم واصلت السير، ودخلت إلى الطائرة وانطلقت بعد حين نص ساعة تقريبا انطلقت انطلقت الطيارة وأذكر أن أطول وقت في حياتي هو نص ساعة الذي يعني الذي أمضيته قبل أن تنطلق الطائرة نصف ساعة تقريبا كأنها قرن كامل كذلك لا أذكر أنني فرحت فرحا عميقا واسعا كبيرا كالفرح عندما انطلقت في السماء انطلقت الطائرة في السماء وهكذا وصلت إلى تونس وقضيت ثلاثة أيام في الراحة ثم ذهبت إلى إدارة الثورة وكان فيها إذاك القائد نسيته نسيته ذكرت له القصة من بدايتها إلى نهايتها فتعجب فقال لي كلمة لا أنسها قال لي إذا بقيت فوق الأرض والمأموت وتحققت الأمنية ونجحت الثورة فإنني سأسعى في جعل حياتك هذه فيلما فيلما نفع به الناس وهكذا بعد يومين أو ثلاثة آه التقيت بعلي إحساس رحمه الله وجاء من أجلي كان في ليبيا كان في ليبيا وعلم انني في تونس جاء وقال أه نريد ان تعمل معنا يعني هو يعمل مع المناضل البشير القدير قال ولكن نحن نريد ان تعمل معنا في ليبيا ولكني رأيت قلمك وفكرك أه كذا شكر 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 قال تعمل هنا في تحرير جديدة المقاومه فذهب به هو الشعبي حساس رحمه الله ذهب به الى اداره المقاومه في نهج الصادقيه فوجدنا هناك طائفه من المحررين آه كلامين بشيشير وعبد الرحمن شيبان والدكتور والدكتور آه الدكتور شريط وفرانس فالون بالفرنسويه آه قدمني اليهم ثم انتظمت في سيركهم وأخذت أكتب وبعد تسعة أشهر عينت مرشدا سياسيا للمجاهدين المرابطين في الصحراء وكان في الرئاسة وكان الذي يرأس الجميع هو كوماندا يقال له الحجذير ويدعى علال الحاج علال هو الرئيس وانا كنت مرشدا سياسيا فقضينا هناك بين العقارب والافاعي والحرارة التي تبلغ خمسين وزيادة قضينا خمسة أشهر في التدريب التدرب الحربي وفي أعمال أخرى ثم وقع التوزيع وقع التوزيع منهم من المجاهدين من دخل الى الجزائر وشارك في الثوره، ومنهم من دخل الى تونس، وانا عينت مسؤولا عن الاعلام للثوره التحريريه في ليبيا، وقضيت في ليبيا مده مده 58 حتى انتهت الثوره.